قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة رضي قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أفد بني تميم أشار أحدهما بالأقرع بن حابس الحنظلي أخي بني مجاشع وأشار الآخر بغيره فقال أبو بكر لعمر إنما أردت خلافي فقال عمر ما أردت خلافك فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه. رضي الله عنهما جميعا. كاد الخيران أن يهلكا، من هما؟ أبو بكر وعمر. جاء وفد بني تميم، فعمر رضي الله عنه رأى في الأقرع شجاعة وقوة وكرما أنه أهل الإمارة، وأبو بكر رأى غيره، ونحن والله مع ما رأى أبو بكر، مع ما رأى أبو بكر، لأن أبا بكر أفرس من عمر وأعلم من عمر وأفضل. هذا يعني فائدة، يعني مثل ما يقال عارضة. فارتفعت الأصوات، عين فلان ألا أبو بكر يقول لا أنت أردت خلافي، فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع، يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم. قال كان عمر بعد ذلك إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم كأخي السرار كأنما يناجيه أدبا مع الله ثم مع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه التقوى، وهذا الاعتصام، هذا الاعتصام بالكتاب، نزل الوحي فأدبهما بهذا الأدب فامتثلا. نعم.